السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده مع بعض إن شاء الله عن أول عنصر من عناصر صفات القائد أو الليدرشيب، والعنصر الأولاني زي ما قلنا المرة اللي فاتت هيكون إن شاء الله عن فن الإصغاء والاستماع إلى الآخرين في العمل. خلينا مع بعض برضو نأكد على كلامنا اللي إحنا قلناه في الفيديو اللي فات. احنا ليه بنتكلم او ليه بنهتم بموضوع الليدرشيب او القائد؟ ايه اللي مخلينا نتكلم ونعمل فيديوهات مخصوصة عن حاجة زي كده؟ خلينا نتكلم بصراحة، وقلنا الكلام ده قبل كده، ان احنا بنعيش في مجتمع او في بيئة عمل بالذات عندنا نقص في علم التعامل مع الاخرين. درسنا كتير في الجامعات وفي الكلية وخدنا علم كتير ودرسنا كورسات وخدنا وكبرنا في مجالنا، كل ده كلام جميل جدا، لكن يظل الجزء المهم اللي انا شايفه المفروض يبقى ماده اساسيه في الكليات وفي الجامعات قبل ما الطالب يتخرج من الجامعه، يبقى عنده علم وعنده ثقافه تعامل مع الاخرين، فكره الاداره والتعامل مع الاخرين. هو الكلام دوت للمدير بس؟ قلنا لا، الكلام دوت لجميع الفئات، لاننا كلنا مسؤولين، كل واحد وفي تحتيه حد هو مسؤول منه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكلنا مسؤولين، فالموضوع مش عشوائي، الموضوع مش كده باي لك زي ما بيقولوا، زي ما تيجي هنشوف، هنتحط بس في المكان، حطني في المكان وهنشوف هنعمل ايه، مش كده خالص، مفروض نبقى فاهمين ازاي نتعامل مع الناس، ازاي فاهمين الاداره. وقلنا قبل كده اسال اي حد في بيئه العمل بتاعته او في وظيفته اخبار الشغل معاك ايه؟ هيقول لك والله مدير قرفني، والله فلان فلان مزهقني، والله معايا عصافير، والله معايا بياعين، والله معايا و و و و و و ليه؟ عندنا مشكله. واساسي عشان تحل اي مشكله لازم الاعتراف بالمشكله. في مشكله عندنا وهي عدم معرفتنا بعلم التعامل مع الاخرين وثقافه التعامل مع العاملين، مش يعني مع الآخرين عموما. طيب خلينا نتكلم في أول عنصر، وهو عنصر الاستماع والإصغاء للعاملين في بيئة العمل. خلينا بكل صراحة كده أسألك سؤال، وزي ما احنا اتفقنا في أول مرة مع بعض اللي انك انت لازم علشان تبقى فعلا الفيديوهات دي ليها نتيجة على كل واحد فينا يسمعها وعلينا طبعا قبليكم، لازم تنكر نفسك، تنكر انك انت فيك الصفه دي او الصيغه ديت، اللي هي اي عنصر هنتكلم فيه لازم تقول انا مش فيها الحاجه دي، علشان فعلا تبدا تراجع نفسك. لما اجي اسال سؤال تقول طبعا انا اصغاء العاملين ده انا قاعد معاهم على طول. بعد اذنك انفي ولو دقيقه عن نفسك العنصر ده دلوقتي، وانك انت ما عندكش الحته دي. وخلينا نسالك سؤال، بعد اذنك اخر مره عملت minutes of meeting مع الناس بتاعتك انت؟ انت يا باشمهندس، يا مدير، يا قائد، يا 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 امتى قعدت عملت minutes of meeting حقيقي، مش تقفيل روبورتات الشهريه، المانسي ريبورت بتاعتك؟ مين؟ ايوه يا عم انا عامل اهو minutes of meeting اهوت وموجود عندي على الميل، وانا عامله وطبعه وبيتفايل عندي، وحتى الايزو كان عندي وشاف الورق. احنا بنتكلم دلوقتي كلام، انا مش براجع معاك، انا مش محقق وجاي، انا بكلمك دلوقتي بجد بيننا وبين بعض، بينك وبين نفسك. امتى اول minutes of meeting عملته؟ امتى اخر، اسف، minutes of meeting عملته مع الناس؟ طيب كان بجد ولا كان تقفيل ورق؟ طيب الكلام ده للمديرين بس؟ انا بس كده معلش لحظة، إيه طبعا احنا بنتكلم على مجالنا دلوقتي، خلينا اكتر في مجالنا، مجال السينما والصحه المهنيه. إيه معلش يا سوبرفايزر، راجل سبيشاليست، يا سوبرفايزر، يا اوفيسر، امتى جبت العمال وقلت لهم تعالى كده يا ابني، ايه الدنيا معاك؟ ايه مشاكلك؟ ايه المشاكل اللي بتقابلك؟ احنا نزلنا مع بعض صوره كده على الجروب، وانا كنت قاصد انزلها تجهيزا وتحضيرا للفيديوهات اللي احنا بنعملها دلوقتي ديت. صورة واحد صنايعي شغال هو شغال في النقاشة، وجايب جرادل فوق بعضها واقف عليها عشان يطول مكان الشغل، وقاعد يشتغل في المكان هنا عالي، فجايب أربع خمس جرادل حطهم فوق بعض عشان يشتغل.
طيب لما انا سالت في الجروب وقلت يا جماعه، لما لو شفت شخص في لو شفت واحد في شغال عندك في الموقع عمل المنظر ده هتعمل ايه؟ طبعا الكومنتات يعني معظمها، طبعا انا عارف ليه على سبيل الضحك برضو، مش عايز اظلم الناس، بس لو ده حقيقي تبقى مصيبه، همرجحه، هشد الجلده من تحتي، اعمل شويه كومنتات حلوه بصراحه، يعني انا ضحكت بصراحه. بس خلينا نتكلم بجد، هو انت لو عديت عليه كده لقيته هتعمل ايه؟ هعاقبه. طيب هي انت معلش هتشطر، هتسيب دوت وتشطر على، هتسيب الاصل المشكله وهتسطر على دوت؟ يعني ايه يعني، انت قصدك ايه؟ هو حضرتك لما انت مضيت التصريح الصبح الورك بيرمنت بتاعك، مش كان في منطقه الشغل ديت ولا ما كانش فيها؟ والله كان فيها. حلو قوي. كتبت له ايه بقى؟ انت عملت له ايه بقى؟ عملت له سقاله، اتفقت معاه على حاجه هيشتغل بيها في المكان دوت عشان يعرف يشتغل، ولا انت سبته؟ هو انت مستني تاخد اللقطه الاخيره؟ يا باشا انا اقصد اسيبه علشان اشوف لما هيعمل ايه من ورايا. الكلام ده مش صح. يعني الراجل اللي جاي لك ده بيدهن ولا ايا كان بقى مهنته يعني، ماشي، الراجل ده جاي ياكل اكل عيش، جاي ياكل عيش، مش جاي يتدلع، جاي من بيته صاحي من الفجر وقايم ومتبهدل ومتخانق مع عياله ومتخانق مع الدنيا كلها وتعبان نفسيا علشان يجي ياكل عيش. مفيش حد دلوقتي بيشتغل نزاهة كده، انا مش محتاج بس جاي، يعني مفيش حد بيعمل الكلام ده. الراجل ده جاي يشتغل، الراجل ده تفرق بقى معايا شغال على سقاله ولا غير سقاله؟ الراجل مش تفرق معايا، انا جاي اشتغل، شغلني بقى، خلصوا مشاكلكم مع بعض. فبعد اذن حضرتك لما انت بتلاقي منظر زي دوت، والصوره الجديده برضو هوريها لكم موجوده هنا معانا برضو، اللي هو الراجل الحداد، الراجل واقف على سيخ حديد على عمود من العمدان. يا حبيب قلبي انت ما انتش عارف ان هنا في عمود هنا هيتصب وبيحضروا ليه نجاره وحداده؟ انت مش عارف ان في هنا نجاره وحداده هتعمل عمود ده عشان هيتصب؟ او مش في تصريح عندك هنا بيتعمل انت المفروض عارف انت جهزته ازاي؟ طيب لما يكون عمود بالمنظر دوت ومعهلوش اصلا اي تجهيز للراجل هيشتغل، انت متوقع نعمله ازاي؟ متوقع ان هو يقعد يستناك انت حضرتك تجي له وتدي له افكارك؟ انت سباق بالسباق ولا مش سباق؟ انت بتسبق؟ طب ايه علاقته بالموضوع بتاعنا فن الاصغاء والاستماع للعاملين انك انت ما جبتش الناس دي وكلمت معاها؟ تعالى قبل المشكله ما تحصل، قبل ما اي حاجه، انت ماشي عادي جدا في الموقع والدنيا هاديه حتى وملتزم وغير ملتزم، تعالى قول لي مشاكلك ايه؟ ايه المشاكل اللي عندك؟ والله انا الراجل المشرف بتاعي بيشغلني غصب عني، الراجل اللي بيعمل اسمع اسمع، انت ما عندكش فن الاصغاء، ما بتسمعش الناس اللي حواليك عندها مشاكلها ايه؟ بلاش فكره انك انت راجل امن، راجل قاسي نازل. ما بقولش ان في مواقف تحتاج، انا عارف ان في مواقف تحتاج ان الراجل مننا بيزعق ويعمل، انا ما بتكلمش عليه دلوقتي، بس انا اصل الموضوع عندك انت عارف مشاكل اللي حواليك، هتعرفها ازاي وانت ما بتسمعش لحد؟ انت يا راجل يا مدير يا سيفتي جبت الناس بتوع السيفتي عندك، زمايلك الرجاله الموجودين معاك، جمعتهم او بتجمعهم في يوم ثابت في الاسبوع، على الاقل على الاقل يوم واحد ثابت في الاسبوع، وقلت لهم تعالى انت مشكلتك ايه في الموقع؟ ليه بعد عندك ما لقيش المكان متظبط؟ ليه؟ ما انت لازم لازم تسمع، في مشاكل كتيره جدا بتقابل الناس تحت، ما ترميش الناس بتاعتك وانت قاعد في مكتبك، معلش ما انتش قائد، ولو نفعت معاك في المشروع مش هتنفع التاني، ولو نفعت التاني مش هتنفع في التالته، ولو نفعت على طول هيبقى سمعتك زي الزفت. انت راجل قائد، كل واحد في مكاننا قائد في مكان، كلكم راع، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وانت فاكر ان انت كده مش هتسأل عن اللي بيحصل اصلا؟ او لو المشروع عدى، الضغط النفسي اللي على الناس اللي تحت اللي انت مش عارف تعالجه، وده ما تيجي تعاقب اللي تحت، الناس اللي موجوده تحت سواء كان مهندس ولا مشرف، ولا تيجي تشوف مشاكلهم، انت قاعد في المكتب قاعد والدنيا بتعدي، هم قاعدين يحاربوا تحت الواحد، وانت فاكر انك انت مش هتسأل يوم القيامه عن الناس ديت؟ ممكن تقول لي برضو معلش لحظه كده عندك معانا، بقول لهم دايما تعالى ومحدش بيجي، وعدى عليهم اقول لهم تعالى انت مشاكلك ايه ومحدش بيكلمني في حاجه، ممكن الراجل انت بتاع الراجل مسؤول السلامه ينزل الموقع وتعالى يا ابني قول لي انت ايه مشكله عندك، ايه اللي مطلعك كده؟ وهو يقول لي ما بيردش عليا، مفيش حاجه، حاضر خلاص. فممكن يكون رد الفعل اصلا قفلك، يعني انت مش مخليك انت سامع حاجه او عارف في حاجه وانت بتسال فعلا. بس نيجي بقى للجزء التاني ده، انا عايز اتكلم فيه شخصيتك
وانت بتصغوا او انت عايز تسمع لهم انت محتاج يبقى فيه شوية في 5 عناصر معانا. انت عندك 5 عناصر المفروض يبقوا فيك وانت بتتكلم مع الناس اللي معاك. ما انت دلوقتي بتقول لهم اصل انا ممكن احط ايدي في جيبي لابس النضاره السري ام ونازل كده زي اللي يا ابني تعالى لي هنا، ايه يا ابني انت اللي مطلعك الطلعه السوداء ديت، انا مش الناس منبهه عليك، انزل لي هنا تعالى لي وينزل لك وبتاع، في ايه يا عم؟ ايه اللي مطلعك الطلعه دي؟ قول لي مشاكلك. انت كده بتسمع كده، انت كده عايز تسمع مشاكله ولا انت كده بتهدده ولا انت بتعمل ايه؟ لا انت محتاج في حاجات محتاجة كده معلش مع بعض مهمة، وحاول تفتكرها كده 5 حاجات صغيرين حطها فيك ازرعها. انا هعمل كده هزرعها فيا. يقول لك اول حاجة 5 عناصر، اول حاجة فن التماثل. فن التماثل يعني ايه؟ فن التماثل، فن التماثل دوت انك انت، وانا كنت قلتها زمان بقى فيديوهات قديمة مالهاش علاقة باللي احنا فيه دوت، كنا بنقول للشخص الراجل بتاع مسؤول السلامة لازم يكون شخص مرن. يعني ايه مرن؟ الراجل ده قادر يتكيف وتغير باسلوبه وطريقته مع الفئات اللي بيتعامل فيها. فلازم تكون فن التماثل انت لغتك مناسبه للي قدامك. علشان كده الراجل بتاع انا شايف كده مسؤول السلامه دوت حاله نادره كده بعيد عن اي حد تاني خالص، ملوش علاقه بالمهن الاخرى خالص، انك انت شخصيتك تتغير. وقلنا قبل كده الكلام ده مش هتكلم فيه تاني، انا ما بتكلمش على مبادئك، انا بتكلم على شخصيتك بتتغير. تماثل، في ناس كده تيجي تدي محاضرة البوكس للناس اللي معاها ماشي، تلاقي نص المحاضرة بتتكلم فيها انجليزي، محاضرة يعني الناس اللي واقفة عمالة وصناعية وناس كده، وتيجي تسمع المحاضرة نص المحاضرة كلمات انجليزي. ايه يا عم انت بتكلم مين يا سيدي؟ ان عرفنا انك انت جامد ربنا يبارك لك. التماثل انت مش مع، انت مش مع الطبقه دي خالص، انت مش بتتكلم مع الناس دي، انت مش فاهم انت بتقول ايه يعني، او مش فاهم انت فاهم بتقول ايه، انت مش عارف توصل انت بتقوله. مش هيديك سوء نيه هقول لك انت بتترسم مع الناس، بس الناس مش فاهماك. انت محتاج تنزل بعقلك ومستواك وبادائك لكل الفئه، كل واحد بتنزل وتطلع. معلش انا لما ادي تريننج لمجموعه مهندسين عندك في المنشاه سواء شركه بقى او مصنع او ايا كان، بتكلم بطريقه معينه، بتكلم بحضر برزنتيشن بالانجليزي ماشي، بتكلم معايا بتكلم لغه، ما بعملش حساب قوي موضوع الكلمات الانجليزي بتطلع مني مش فارقه معايا كتير، عارف انا بتكلم مين تمام كده، بس ما بقاش مدي ربنا في التول بوكس وقعد اتكلم البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت لازم تلبسها. ايه يا عم اللي انت بيرسونال مين بتاع مين يا عم؟ كلمه يا عم عن الخوذه دي لازمتها ايه، والنضاره دي لازمتها ايه، وده دي ايه، وكلمه كلامه بلغته. كلم فن التماثل، حط دي في دماغك قوي وابدا حطها في دماغك وابدا ازرعها وابدا غير من نفسك. عظيمه تفرق معاك جدا، هنخلق بيئه عمل هاديه مرضيه الناس مبسوطه. بس ادي لكل واحد مكانته، يعني تقول للناس منازلهم، المالك مالك والاستشاري استشاري والمدير مدير والسوبرفايزر سوبرفايزر والاوفيسر اوفيسر والعامل عامل والصنايعي صنايعي، وكل واحد ادي له منزلته. فن التماثل ده خلاص، خش على بعديه فن التبسم. التبسم هو ده بقى فن. بص بقى، تقول لي طماطم ب 10 جنيه، تقول لي طماطم ب 15 جنيه، تقول لي وسط ب 20 جنيه، الناس مالهاش ذنب، الناس مالهاش ذنب. تخانق مع في البيت ما عليك فلوس، الناس مالهاش ذنب. فن التبسم يعني يقول لك، انا قريت تعريف كده للتبسم دوت، يقول لك الصدقه التي لا تكلفك درهم ولا جنيه. الصدقه التي لا تكلفك درهم ولا جنيه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه. انت فعلا تيجي تستحضر نيه وانت نازل وانت قاعد هتتكلم مع الراجل وتقول لهم يا جماعه انا عايز اعرف مشاكلكم بجد ايه؟ صدقه. تبسمك فوق اخيك صدقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو احب الاعمال الى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، ومن السرور دوت انك انت تبسم في وجهه. الناس مالهاش ذنب في مشاكلك والا بقى يكلف الله نفسا الا وسعها. الموضوع لو عندك مشاكل بقى كبيره وبتاع، لكن في الاصل ما تبقاش معقد. انا اتذكر في مشروع المشاريع بقى، عشان في استشاري كانش يمشي في الموقع، كان في البوكس رو دايما، ده كان يوم ثابت يوم الاثنين،
وكانش يمشي في الموقع الا ما بيسب الدين، هو كده يعني، ولحد دلوقتي اعتقد سالك يعني، شفتوش من زمان طبعا. فهو الناس كلها بتبقى حامله هم تكشيرته بعصبيته ومن كده يعني، في حاجه ما فيش حاجه، هو لازم كده سب الدين، ماشي في الموقع كده زعق زعق زعق، سب الدين سب الدين معنى حرفيا، الصغير للكبير. افتكر في راجل كبير ما كانش لابس نظارته، راجل انا فاكر في الستينات والسبعينات حاجه يعني، ربنا يرحمه بقى برحمته سواء عايش او ميت. تعالى هنا انت يا عبد الدين اللي فين النهارده بره، والله العظيم الراجل عيط، والله ما انساش الموضوع دوت ابدا، راجل عيط، راجل كبير عيط. بدل ما تيجي تقول له تعالى يا ابني تعالى يا حاج نظارتك فين، في حد مقصر معاك في النظاره؟ ما ممكن الشركه مش بتديله نظاره يا عم، هيصرف من جيبه يعني. تبسمك فوق اخيك صدقه، غير من اسلوبك. إيه، ما بتكلمش ان احنا ما بنزعقش وما بنتعصبش، لا بنحتاج الموضوع دوت عارف، بس حط كل حاجه في مكانها، خلي الاصل عندك تبسمك فوق اخيك صدقه، فن التماثل، فن التبسم، كل ده وانت بتتكلم مع الناس. ثلاثة، فن إظهار الاهتمام بالآخرين. إظهار الاهتمام بالآخرين يعني إيه؟ معاك مجموعة، أنت عارف كراجل مدير قاعد إن كل واحد ليه إمكانيات، كل واحد ليه إمكانيات، ده متخصص كده الوقت، ده بتاع ليفتنج، ده اتحط في اليوناش، وده بتاع سقالات، وده بتاع هاوس كيبنج، وده بتاع ده بتاع ده بتاع، ادي كل واحد اهتمامه بقى، وعرفه عرفه اهتمام نفسه، اديله دفعة وانت بتتكلم معاه، بلاش الله يكرمك ان يخش عليك وحاطط له كده عدل كده كرسي وراجع لورا، واللي يتكلم معاك بص من تحت لفوق، اتكلم مع الناس كده باهتمام، لما حد يجي لك المكتب معلش زي حضرتك اتفضل امرني خير، اهتمام يعني كذا، وقال لك كذا طب تمام، وايه اللي حصل؟ اهتمام. وبرضه واحنا في الموقع برضه مش المكتب وبس، وانت كذا كذا، لو حد ينادي لك هندسه تعال مستنيك، تعال امرني، تعال بس بعيد عن الهيصه، تعال خير في ايه؟ تمام، وايه اللي حصل؟ يبقى انت كده ايه؟ تهتم بالشخص اللي بيكلم. فن التماثل، التبسم، اظهار الاهتمام بالاخرين، فن المرونه، هي دي بقى المهمه قوي، المرونه يعني ايه؟ يعني اكيد مش هتبسم طول ما انا في الموقع وهاخد، لا انا اكيد محتاج ازعق واحتاج اتخانق واحتاج اعمل مشاكل، في اكيد هحتاج الكلام دوت. ممكن امتى هزعق وامتى هبتسم وامتى هتكلم وامتى هسكت، امتى هعاقب وامتى ادي مكافآت وشهادات تقدير و و و و مرونه. بقى اخر حته مهمه قوي ودي الاخيره عشان اقفل معاكم الفيديو، عدم لوم الشخص امام الناس. انت نزلت في مثلا في الوكسور بتاعك ماشي، ولقيت في مشكله اي كان بقى المشكله يعني موجوده في الموقع، ما تجيبش بتاع الراجل بتاعك وتهزقه ده وسط الناس. شفت المنظر ده قبل كده؟ شفت حد عمله قبل كده؟ كتير صح، كتير قوي قوي يعني، لم يكن كله يعني بيعمل كده. اول حاجه الراجل بتاعك، تعالى ايه الناس بتعمل ايه كده، كرنيحك وطلع لي فوق على المكتب. يا عم الراجل بتاعك ده انت لو كسرته مره مش هيشتغل تاني، الراجل ده انت لو كسرته مش هيشتغل تاني، مش عارف يشتغل، اديله عاقبه واعمل اللي انت عايزه، خلص مشكله، شوف المشكله وحقق واعمل كل حاجتك بهدوء. والراجل ده قابلني بقى كذا في المكتب مع بعض، واقعد معاه، ولو غلطان عاقب، انا ما بقولكش الموضوع مش دلع، احنا في شغل، عاقب. لكن في اماكن كتيره جدا تخش كده الاستشاري اول ما بينزل ماشي على وكل طبعا مثلا مقاولين موجودين، فكل مقاول معاه السيفت بتاعه، فاول ما ينزل يلاقي مثلا واحد واقف على سقاله فيها مشكله، واحد مش لابس مهماته ايا كان، يروح يسيب الراجل دوت، تعالى لي هنا الراجل ده مش لابس ليه كده، كرنيحك خرم اطلع لي بره وقفل الشغل يا ابني. تكسر ده الراجل ده ليه؟ يا عم اعمل له استبعاد ومشيه واعمل اللي انت عايزه، بس مش في وسط الناس، مش في وسط الناس. واحكي لكم بعد كده قصص كده حصلت معانا شخصيا، حاجات زي كده ما تقلش من الراجل المسؤول في وسط الناس. طب الكلام ده للسيفتي بس؟ لا،
انا برضو تعالى عامل موجود مش عارف ايه في وسط صنايعي مشرف عمال مع كذا كذا، في غلط، ما تغلطش في وسط الناس، مش من حقك تغلط في وسط الناس، خد اجراءاتك عادي جدا وحقك اعمله شغلك ما فيهوش هزار. لكن طيب الحته بقى الجميله قوي بقى، ناس الرسول صلى الله عليه وسلم بجد بجد، يعني انا من الحاجات اللي انا الكورس اللي انا اللي بنتكلم فيه الليدر شيب دوت، عايز طلعه كده فعلا، طلع كل بند منه كده، هتلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فيه شخصيه سبحانك يا رب، سبحانك يا رب صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه بقى عشان ما يجيبش شخص اسم حد يحرجه، كان في كذا حديث كده، فانا هجيب لك الجمله الاولانيه بس، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، ما يجيبش اسم حد، ما يحرجش حد، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، بس صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إيه ما تلومش الشخص باسمه، ما تحرجوش قدام الناس، إيه هتتكلم على حد اتكلم، حاول ما تجيبش اسم حد، خد اجراءاتك القانونيه والشغل واعمل كل حاجه واعمل جزاءاتك واعمل كل حاجه، بس ما تكسرش اللي قدامك، اللي قدامه ده لسه ليه مستقبل ومكمل شغله وكمل حياته، فانت ما تكسروش انك انت كسر واحده من ديت المشاريع سمعه، واي حاجه بتاثر وبتكمل بعد كده. مش عايز ازود عليكم اكتر من كده، نلخص اللي احنا قلناه. اول عنصر معانا عنصر الاصغاء والاستماع للعاملين، في جزئين، الجزء الاولاني انك انت لازم تقعد مع الناس، كل واحد فينا يقعد مع الناس بتاعته من اصغر واحد لاكبر واحد، اقعد مع العمال، اقعد مع الصنايعي، اقعد مع المهندسين، اعمل مينس اوف ميتنج مع المهندسين، اعمل اجتماعات مع الناس بتاعتك المسؤولين معاك، اقعد معاهم. طيب انت اصلا شخصيتك حلوه وانت بتتكلم معاهم، محتاج 5 عناصر تحطهم في دماغك وازرعها جواك كويس جدا، فن التماثل، فن التبسم، فن اظهار الاهتمام بالاخرين، المرونه، عدم لوم الشخص امام الناس. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معانا إن شاء الله هنكمل العنصر الثاني في صفات القائد أو الليدرشيب بإذن الله في الفيديو الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.